الفترة الحالية طبعا لا، هو في كلام طبعا حصل يعني، بس الكلام يعني لحد اللي وصل لي لحد النهارده ان هو لسه ما فيش حاجه رسميه تواصل بين الناديين يعني. فده اللي انا اقصى حاجه اعرفها واللي انا اقدر اتكلم فيها، عشان انا ما بحبش ازود في كلام اقول لك اه ممكن اقول لك اكبر الموضوع اه ده النادي الاهلي بيتكلم معايا والموضوع لا. بص انا حابب طبعا ان انا ارجع النادي الاهلي في اول في اخر، ده بيتي وحابب ان انا اختم فيه حياتي الرياضيه، وده حقه ان حق النادي الاهلي عليا يعني. النادي الاهلي في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك ان هو ليه يعني، هو ساعدني، هو عمل احمد صلاح من طبعا من صغره من صغري يعني، هو اللي كبرني، هو اللي خلاني لعيب معروف. حب الجمهور ده لوحده اصلا كفايه بالنسبه لي يعني. الناس يعني مش سايباني حتى لما كنت مسافر، ودي شهاده فعلا والله يعني، مش بقولها كده وخلاص، ان دي الحقيقه. الناس حتى لما سافرت فتره احترافي كانوا متابعيني على طول على السوشيال ميديا وبيكلموني، وحتى قناه الاهلي ساعتها كانوا على طول بعد اي بطوله كانوا يكلموني ويباركوا لي. فالناس دي انا الحمد لله يعني والدي رباني على الاصول يعني، الحمد لله انا النادي الاهلي فضلوا عليا في حاجات كتيره، فما ينفعش ان انا اكون موجود في يعني كل الكيان اللي الواحد الحمد لله رب العالمين الواحد نجح فيه ده كله، ما ينفعش ما يبقاش للنادي الاهلي. ان يعني في الاول وفي الاخر انا اتربيت في النادي الاهلي، ومن حقه عليا ان انا ارجع له في يوم من الايام اختم فيه. هو مش المفروض ان انا هبطل فيه، لا، لازم زي ما هو اداني لازم اديله لحد اخر يوم. انا خلاص يعني اقول انا هعتزل الفولي، ابقى هعتزل في النادي الاهلي. يعني هنقول ان في كلام بس على المستوى الشخصي، مفيش كلام رسمي مع النادي برضه ما اقدرش اقول يعني. زي ما انت قبل كده زي ما كنا بنتكلم قبل الحديث، ان احنا كنا بنتكلم ان النادي الاهلي ممكن بيشتغل في سريه ما حدش يعرف عنها حاجه. فانا لحد النهارده ما فيش حاجه وصلت لي ان في كلام ولا ما فيش كلام. انا لكن كان في كلام في البدايه طبعا ان انا حابين ان ارجع، وانا طبعا ده حاجه انا برضه حاببها زي ما هم حابين ان ارجع، انا حابب ان ارجع. لكن ايه شكل المفاوضات ايه، انا ما عنديش فكره يعني او معلومه يعني اكيده اللي انا اقدر اقولها. طلبك في الوقت الحالي لسه كنا في سنه في عقلك اه طبعا. انا بص نادي الجيش ما اعتقدش ان هو هيقف قدام لعيب يعني ما شافوش منه حاجه وحشه، ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا ما قصرتش مع نادي الجيش في اي حاجه الحمد لله رب العالمين، 5 بطولات في 3 سنين ده انجاز كبير جدا. انا هم عارفين الحمد لله ان انا محتاج، ان انا دي حاجه مهمه جدا في حياتي، لا لازم اختم حياتي، مش لازم اروح انا عندي 39 سنه والعب سنه وابطل. لا ده انا ما ارضاش، حتى لو انا لو الاهلي طلبني في الوقت ده انا ما ارضاش، ان انا راجل مش رايح ان انا يعني اقول لهم سلام عليكم انا وماشي. لا طبعا لازم برضو ياخدوا من 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 الفتره اللي انا فيها لسه يعني لسه واقف على رجلي، وده حقهم عليا. ما ينفعش مثلا اروح اقول لهم انا هلعب سنه وابطل، طب هم ايه يعني، ايه هم اللي عملوه لي يعني؟ ما انا بقالي 5 6 سنين بره دلوقتي هو، وناس بتكلمني وعلى طول مدعميني في كل حاجه. لكن انا ده اللي انا حابه، ان انا اما اجي اختم في النادي الاهلي ما اختمش واقعد سنه واقفل، لا لازم اقعد سنه واثنين وثلاثه حسب ما انا ربنا ما يديني من الصحه العب لحد اخر يوم، لكن ما اقعدش العب سنه مثلا اقول خلاص انا هبطل. فهو ده اللي انا بفكر فيه دلوقتي. بس فكمان طبعا لما الاهلي اللي هو يطلب ان انا ارجع، طبعا دي حاجه بالنسبه لي كبيره طبعا، الحمد لله رب العالمين انا شايفها ان هي حاجه في حقي كويسه جدا، وحابب طبعا ان انا كمان كلاعب انا حابب ده، ان انا حابب ان ارجع. انا الوقت ده انا شايفه ده وقت مناسب جدا ان ارجع النادي الاهلي، وان انا اكمل فيه فتره اللي باقيه لي من اللعب يعني. راضي عن تجربتك الاحترافيه؟ اه الحمد لله رب العالمين ناجحه 100% يعني، الحمد لله رب العالمين. تجربتي الاحترافيه اول احتراف طبعا لما سافرت روسيا، انا ماشي من هناك البيست سكورر اللي هو اكتر يعني احسن مسجل نقاط او اكتر مسجل نقاط في الدوري الروسي، لعبت بالظبط نص الموسم بالظبط. انا مشيت في انتقالات شتويه والحمد لله رب العالمين عملت ماتشات كويسه جدا، ولحد ما بروح النهارده لحد دلوقتي بروح روسيا الناس كلها الحمد لله فاكراني، ودي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. ولما الحمد لله رحت تركيا اول موسم طبعا بالنسبه لي خدت فيه بطولتين، والنادي ده كان ساعتها كان اخر بطوله خدها كانت مثلا قبلها ب 8 9 سنين، وكان بطوله كاس ده على ما اتذكره يعني، هو ده اللي قاله لي. لكن انا كمعرفتي بالنادي ولما عرفتي من الايجنت بتاعي اللي هو وكيل الاعلام بتاعي اللي كانت اول بطولتين يخشوا في نادي الهال بنك، كان هم السنه اللي كنت فيها ديت،
وخدت القاب ساعتها الحمد لله فيها 3 القاب في بطوله واحده. والسنه الثالثه اللي هي الاخيره كنت بلعب مع نادي جلاتسراي، طبعا نادي كبير جدا في تركيا زي الاهلي والزمالك بالظبط كده، الديربي بتاع تركيا لعبت فيه، كان حاطين هم الماكسيمم بتاعهم او الترتيب بتاعهم اللي هو لو خدنا سابع ده انجاز بتاعهم. انا كنت بلعب مع فريق ناشئين، هم الناس لسه طالعين من الجيل صغير من الناشئين، 5 لعيبه كنت انا وعبد الله بس هم الاثنين الكبار، ومحترف كمان جانا في نص السيزون ساعتها، وكان مطلوب مننا ان احنا نطلع سابع، خدنا 5 وده بعد ده كان انجاز، هم كانوا مش مصدقين من الموضوع ده. الحمد لله احنا كسبنا فرقه كبيره يعني، كسبنا هالبنك ديت كانت جايبه 5 لعيبه محترفين من ايطاليا، وكسبنا فرقه كبيره بتاعت الدوري يعني، فده كان انجاز كبير برده بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي اللي هو كانوا حاطين لو هم ياخدوا سابع واحنا الحمد لله خدنا 5، فده كان بالنسبه لي انجاز كبير. فالحمد لله رب العالمين كل فتره الاحتراف كان انا شايفها بالنسبه لي اللي هي طورتني في حاجات كتير جدا، واستفدت منها حاجات كتير جدا، وخدت منها خبرات. طبعا السنه احتراف بره ب 10 سنين طبعا محلي كخبرات وكالتزام وك اللعيب يبقى عارف هو عايز ايه ومحتاج ايه في الوقت المناسب ومش محتاج ايه ورايح امتى، حاجات كتير جدا احنا هنا للاسف عندنا ناقصه في الدوري المحلي يعني. وحتى لما سافرت الخليج لما رحت لعبت في الهلال السعودي خدت بطوله عربيه، يعني الحمد لله رب العالمين اي حته بروحها يعني بيبقى فيها بصمه كويسه بالنسبه لي يعني. اكتر تجربه احترافيه شايف انك استفدت منها؟ هي كل حاجه وليها حاجه والله يعني، كل حاجه وتعلمت فيها حاجه يعني. موضوع بالنسبه لي بتاع هالبنك ده اللي هو كان اول احتراف ليا بشكل رسمي بقى، ان هو سيزون كامل هلعب كاس اوروبا وهلعب الدوري بالكامل مع مدرب انا عارفه يعني. انا كان المدرب اللي كان ماسكني ساعتها كان اسمه ديسكو، ده كان مدرب ماسك مصر، ماسك منتخب مصر من 2004 2005 الموسمين دول، فهو عارفني، فدي ساعدتني كتير جدا ان انا اظهر بالشكل الاحترافي واللي انا اكون في مستوى كويس طول الموسم طول السيزون يعني. فده ساعدني كتير جدا برده مستر فيسكو، ده حاجه ما انساهالوش طبعا. وان انا عملت انجازات فيها السنه ديت، انا مش هقدر يعني انا فاكر فيها كل حاجه كواليسها كلها، ان هي نقله كبيره جدا في حياتي، هي اول سنه او ثاني سنه بالنسبه لي الاحتراف بتاعت هالبنك يعني. دي كانت بالنسبه لي السنه اللي هي نقلت احمد صلاح من مرحله لمرحله. تجربه كان نفسك تاخدها؟ طبعا انا كان نفسي طبعا منتخب بلدي وتبقى في المقدمه في كاس العالم، فاحنا كان في فرصه السنه اللي هي اخر كاس عالم لعبناه 2015 غالبا، كان قدامنا فرصه كويسه قوي نبقى من 6 الاوائل، لكن للاسف احنا كان في كذا ماتش لعبناه كان 3-2 3-2 3-2، لو كنا كسبناهم كان فرقت معانا جدا في التصنيف كنا نبقى سادس. ده نفسي ان منتخب بلدي يبقى على طول في المقدمه يعني، لكن ما حصلتش نصيب للاسف يعني. دوري كان نفسك تلعب دوري؟ طبعا انا كان نفسي العب الدوري الايطالي طبعا، بس لما كان يعني من 10 سنين ورا بس او 8 سنين ورا كان اقوى دوري في العالم، لكن كان نفسي قوي يعني، كان جالي فعلا فرصه ساعتها بس للاسف ما تمتش للاخر يعني او ما خلصتش يعني، لكن وبرضه لحد دلوقتي ان الدوري الايطالي ليه طعم خاص، هو من احسن الدوريات في العالم طبعا، ويبقى وانا شايف ان هو احسن دوري في العالم، ان هو سبحان الله يعني هو ليه تحس ان هو ليه جو وشكل تاني خالص.